السلام عليكم منخيطين الأعزاء. اليوم إن شاء الله غنشوفوا طريقة الحجز الإلكتروني لتذاكر القطار باستعمال بطاقة الانخراط في المؤسسة، وذلك على موقع winesafevoyage.ma. كنذكركم بأن نسبة التخفيض اللي كتستافدوا منها كتبلغ 40%، وكتشمل أيضا السفر عبر حافلات سوبخاتور اللي كتغطي المناطق اللي ما وصلهاش شبكة السكة الحديدية. من الصفحة الرئيسية للموقع كان توجو الخيار جو ريزيرف افيك ما كارت، كنختاروا المؤسسة من قائمة ما كارت، غادي تلقاوها تحت مسمى FM6POZEF. كنكتبوا رقم الانخراط في الخانة المخصصة مون كود داديرون. هنا لازم نكتبوا الرقم ديالنا بدون علامة سلاش. كنحددوا محطة الانطلاق والوصول، الفترة الزمنية وتاريخ السفر والدرجة اللي بغينا نسافروا فيها. يمكن لنا ايضا نحددوا عدد الركاب. في هذه الحالة فالركاب المرافقين لنا يمكن لهم يدخلوا رقم الانخراط الخاص بهم باش يستفدوا ايضا من التخفيض. كنبو بان تحديد عدد الركاب عند الحجز في نفس الرحلة يمكنكم من الحصول على مقاعد مجاورة لبعضها. هذه المسألة كتنفع بزاف عند السفر مع العائلة. من بعد ما حددنا اعدادات السفر كننقو على علامة البحث، وكنتظروا تحميل الصفحة اللي فيها مواقيت رحلات المبرمجة. كنختاروا الموعد اللي كيناسبنا عبر الضغط على ريزيرفي، ثم كنختاروا واحدة من انواع التذاكر المتاحة نون فليكس، فليكس او سومي فليكس. باش تعرفوا الخصائص ديال كل نوع طالعوا على موقع وينسيف. من بعد كنضغطوا على اجوتي او باني، غادي تظهر لنا على الشاشة عبارة مون فواياج ا ايتي اجوتي افيك سوكسي. كنوصلوا للصفحة اللي فيها معلومات حول الشخص المسافر. كنقوم بتعبئة المعطيات بشكل دقيق، خصوصا عنوان البريد الإلكتروني حيث هو اللي غادي نتوصلوا فيه بالتذكرة الإلكترونية ديالنا. كنديروا علامة في خانة الموافقة على الشروط، ثم كنقوا على جو باس او بايمون. غادي تفتح لنا صفحة الأداء اللي كنعبوها بمعلومات البطاقة البنكية، ثم كنقوا على فاليدي لو بايمون الموجودة في الأسفل. بعد إتمام عملية دفع ثمن تذكرة بنجاح غادي ننتقلوا تلقائيا للصفحه النهائيه اللي فيها التذكره ديالنا قابله للتحميل بصيغه PDF. كيف ما غادي نتوصلوا بالتذكره عبر البريد الالكتروني اللي دخلناه في مرحله الحجز. في الختام كنتمنى لكم سفر امن وممتع.